شغله كمان، طبعا طبعا ايه، وانا خبرت غسان بشكل لا هو طمني على الامور، لا تاكلها. اها كل شيء على ذوقك، لا تقلق انت. طبعا لك ديما شو عم تساوي انت؟ ديما شو صار لك التليفون؟ هون معك. ايه لا ما لغينا الموعد، نحن على نفس الوقت العرض وصل، اكيد لازم يكون وصل، لازم. وقفي شوي خلاص. اكيد بس دقيقة ديما، خلاص وقفي حاج، وقفي شوي. غسان بيكون عم يدرس عروضكم اصلا. ايه طبعا اكيد. اكيد بنتصل فيك عن قريب. ايه اول ما نخلص بنحكي. اوكي موفقين، الله معك.